اللي هو القانون القديم القديم القانون الاستثنائي. تمام. القانون الاستثنائي احنا ده في سؤال هل يمتد الحفيد. شوف هو القانون الاستثنائي حصل فيه بالنسبه للاماكن السكنه، لان القانون الاستثنائي فيه جزئين، اماكن سكنيه واماكن غير سكنيه التجارية. اللي هي زي التجاريه والعيادات والشركات والمحلات وخلافه. تمام. والحرف وكله ده كله بنقول عليه اماكن غير سكنه. تمام. اما الاماكن السكنه هنتكلم عنها دلوقتي، الاول هي بيمتد عقد الايجار ليه؟ الاب والام والزوجة والابناء المقيمين مع المستأجر الاصلي وقت وفاته. يعني انا ما اقدرش احدد مين اللي هيمتد له عقد الايجار الا وقت وفاة المستأجر الاصلي. مين اللي موجودين معاه بالظبط؟ اشوف. تمام. مين يعني بنلاقي خلاف كتير جدا بين الاخوات، واحدة اتجوزت ايوه وطلعت واختها التانية لسه ما اتجوزتش والاب مات. تمام. ويقول لك الشقة دي ورث، مبدئيا الشقة مش ورث. عقد الإيجار لا يورث. تمام. تمام. وده حتى حكم المحكمة الدستورية يعني مش ملك. مش ملك. ده حق انتفاع، حق شخصي بالانتفاع. تمام. تمام. والظروف الاستثنائية اللي احنا اتفقنا عليها أصبح بيمتد للزوجة والأولاد والأب والأم المقيمين مع المستأجر الأصلي وقت الوفاة. فتيجي تقول إيه؟ أنا ليا في الشقة. ما أنت مالكيش في الشقة، يعني ممكن يبقوا اتنين إخوات، واحد يمتد له العقد واحد لأ. تمام. إزاي بقى؟ واحدة متجوزة وطلعت من الشقة ووالدها توفى، يمتد لأختها اللي كانت موجودة مع الأب متواجدة وقت الوفاة. تمام. تمام. كده يعتبر مرة واحدة، يعني دي تعتبر بنص القانون أنه هو يورث لمرة واحدة فقط. تمام. العقد يسري لمرة واحدة بالنسبة للإيجار القديم. يعني لو افترضنا أن حد مثلا من الإخوات دول كان مخلف. تمام. وابنها أو بنتها برضو عايشة معهم. تمام. ومامتها توفت. تمام. هنا يورث للأحفاد. تمام. القانون ده كان لحد 3/11/2002. تمام. تمام. لغاية حكم المحكمة الدستورية اللي طلع وعمل بقى ايه وقفة للموضوع ده. كان زمان القانون ده يمتد لمين؟ الابن يدي الابن، يدي للجد، للأحفاد، ويقعد الى ما لا نهاية، سلسلة من الامتداد ما بتنتهيش لغاية ما جه حق المحكمة الدستورية قالت ده حق، ده بقى ملكية. ده بقى ملك، ما بقاش إيجار. فأصدرت حكمها المشهور جدا في 3/11/2002 ونشر بالجريدة الرسمية في 14/11/2002 ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره اللي هو 15/11/2002. التاريخ ده أي مستأجر أو أي مؤجر لازم يحطه في اعتباره. من التاريخ ده الفيصل اللي هنتكلم عنه 15/11/2002.